ما فيش حفرة أعمق من إنه إيد الله توصلها، وأنا بعمق ألمي بأكبر حفرة كنت فيها بحياتي حسيت إيد الله لمستني مثل ولا مرة من قبل. اسمي أسيل من الناصرة، بعمل دكتوراه بهندسة الكيمياء في التخنيون. بتذكر من طفولتي، من أول موعيت على الدنيا كنت دائماً بإطار مسيحي، كنت بروضة مسيحية، بعدين تعلمت بمدرسة كمان مسيحية، وكل شيء كانوا المعلمين يعلموني إياه ويقولوا لي إياه عن المسيح كنت دائماً أصدقه وآمن فيه، بس ما كانش عندي عن جد فهم جوهري لشو يعني المسيح بيحبني، لمين هو المسيح، شو يعني مات على الصليب. وكل هاي الأفكار كملت معي لحد ما وصلت لجيل المراهقة، فبلشت أفكر إذا إيماني فيه منطق. ما كنتش أفهم ليش كان لازم المسيح يجي وينصلب عشان يغفر لنا خطايانا. طب هو الله القادر على كل إشي، ما كانش بقدر يغفر لي خطاياي بكلمة واحدة منه، ليش كان لازم يعمل هاي المسرحية اللي كانت بالنسبة لإلي مسرحية لإله اللي هو القد عظيم، مش منطقية بالنسبة لإلي. كان عندي في مرحلة غضب على الله، كنت أتمنى يا ريت الله ما كانش موجود عشان أرتاح من أفكاري، بس نفس الوقت ما كنتش قادر أقنع أنه الله مش موجود، لأني كنت أطلع على العالم اللي حوالي وشوف قديش العالم اللي حوالي دقيق، قديش العالم فيه نظام، أقول مستحيل كل هاي الدقة وكل هاي النظام تكون جاي من العدم. لقيت ببنت مؤمنة يلي كنت كل وقت أسألها أسئلة، فكنت أعرض عليها كل أسئلتي، ووقتها سألتها قلت لها ليش كان لازم المسيح ينصلب، أنا مش فاهمة هذا الموضوع. فوقتها جاوبتني وقالت لي إذا الله رحيم فهو أكيد رح يحب إنه يغفر لنا ويحب إنه إحنا نكون معاه بالنهاية، بس إذا هو عادل هذا بقول إنه إحنا لازم نأخذ العقاب، فكيف ممكن رحمة الله وبنفس الوقت عدله يلتقوا مع بعض؟ مفيش حل غير الصليب، لأنه الصليب جمع بين رحمة الله وعدله. العدل تم بإنه العقاب أجى على المسيح، ورحمة الله تمت بأنه إحنا لما منقبل المسيح بصير إلنا خلاص وتغفر خطايانا. بتذكر وقتها أني لما فهمت معنى الصليب رحت على الغرفة تبعتي وقضيت ليلة كاملة أصلي وأبكي، لأني فجأة حسيت حالي لقيت كنز، لقيت إشي اللي بستاهل إن أعيش عشانه حياتي، ولقيت إنه الصليب هو إشي حتمي، ما كانش بنفع بدون الصليب. الإشي اللي كان يبين بالنسبة لإلي مسرحية ومش مفهوم واللي وكأنه انتقاص من قدر الله، فجأة صار يبين لإلي محبة عظيمة من الله، إشي اللي ما كانش بنفع يكون بدونه خلاص لأي شخص. بنفس السنة أمي شخص عندها مرض السرطان وكان بمرحلة متأخرة، وبالنسبة لإلي كانت أمي كل حياتي، أمي كانت صديقتي المفضلة، كانت أغلى شخص على قلبي. فلحظتها لما عرفت هذا الإشي كان بالنسبة لإلنا كلياتنا كعائلة كانت صدمة حياتنا. مع كل هذا الألم، مع كل هاي الصعوبة، معرفتي اللي أخذتها للصليب خلتني أمرق هذا الإشي، أنا خلتني أشوف الله، الله الإله يلي بطلع من كل صعوبة بطلع حلاوة، الله يلي أخرج من الصليب قيامي ومجده وانتصار. بتذكر وقتها أمتع الفترات بحياتي لما كنت أصلي مع أمي كل ليلة، لما كنا نقرأ مع بعض، لما كنا هذا الوقت اللي نقضيه مع بعض متحدين بالله. مرات كتير يمكن الله فهمني بهالفترة أنه مرات كتير الله بيهتم قبل كل إشي بخلاص نفسنا، بحياتنا الروحية، بالسلام يلي إحنا منعيش فيه قبل خلاص جسدنا. مع السنين كان المرض يتقدم بشكل تدريجي لحد ما آخر سنة التقدم كان كتير كبير، فوقتها بتذكر قالوا لنا الدكاترة إنه أمي مش راح تعيش أكتر من سنة. هاي اللحظة كانت بالنسبة لإلي حسيت وقت العالم انتهى. فوقتها بتذكر صليت قلت يا رب خلاص، يعني أنت 7 سنين ماسكنا، 7 سنين معانا، إحنا 7 سنين منصلي لشفاء، إنه إسا خلاص يعني فيش أمل، أنت قادر، أنا بآمن إنك قادر وبعرف إنك قادر. فبتذكر وقتها من بداية من هديك اللحظة بدأ الله يشتغل علي، بدأ الله
يشتغل على العيلة تبعتنا أكثر وأكثر. مع زيادة الألم كان الله يزداد نعمة، مع كبر الألم كان الله يحضننا أكثر، كان الله يضمنا لإله أكثر. الله أدخل لحياتنا بوقت هذا الخوف وبوقت هذا الألم الكبير سلام غير عادي، وحتى حسينا بسلام بهديك الفترة أكثر من السلام يلي كنا حاسين فيه وبفترات تانية بحياتنا يلي ما كان فيه عنا صعوبات. ما فيش حفرة أعمق من إنه إيد الله توصلها، وأنا بعمق ألمي بأكبر حفرة كنت فيها بحياتي حسيت إيد الله لمستني مثل ولا مرة من قبل. بكتاب المقدس بقول طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، ولا مرة قدرت أفهم شو يعني نيال الحزانة لحد ما أنا جربت حزن وعرفت إنه فيش أعظم من تعزيات الله يلي بتملي القلب سلام وفرح مش موجود ولا بأي ظرف تاني. الله دايماً بيعمل معجزات، وهذا الإشي اللي علمني إياه إنه هو دايماً بيعمل معجزات. مرات المعجزة إنه بشفي، إنه بنجي من الضيق، بس مرات المعجزة بتكون من نوع تاني. مرات المعجزة بتكون إحنا هي المعجزة، لما بشكلنا، لما بغيرنا، لما بقدسنا، لما بخلينا نكون أكتر شبهه. أمي يمكن ما أخذت معجزة شفاء، بس الله عمل بحياتنا معجزات تانية. فبتذكر مع كل صعوبة الموقف بس الله شكلني فيه، الله غيرني، خلاني أحس إنه كل إشي بحياتي بعطيني منظور آخر لله. فبالألم بشوفه المعزي، لما بعطيني بشوفه قديش هو سخي، لما بشفي بشوفه قديش هو شافي، بالصليب بشوفه الغافر تبع خطاياي، بكل ظرف بشوفه بوجه تاني. حتى بالمختبر يلي بشتغل فيه على أبحاث بشوف عظمة الله كل يوم بخليقته، بتصميمه، بإبداعه العظيم، وهذا الإشي بخليني بمليني رهبة. فشغلي بالمختبر قربني أكتر من الله، خلاني أحب الله أكتر. أبحاثي أعطتني فهم جديد وعميق لله يلي ما كانش موجود عندي من قبل. صرت أحس أكتر برهبة، بخشوع، إنه شو هذا الإله العظيم يلي خلق كل هاي العظمة. الإيمان والعلم بكملوا بعد، لأنه معرفتنا لله بتخلينا نحب نعرف أكتر بالعلم، ومعرفتنا للعلم بتخلينا نعرف أكتر عن الله. لو معنا كل العالم معيش الله، أنا بعتبر حالي معيش إشي. لو معي الله وحده ومعيش أي إشي تاني، بعتبر حالي معاي كل إشي أنا بحاجة لإله وأكتر. بكل يوم من حياتي بكتشف وجه جديد لله، وجه جديد لعظمته، بخليني هقول سيدي أنت خيري لا شيء غيرك، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم للأبد.